فيقينك أنه لا مانع لما أعطى يجعلك لا تلتفت إلى سواه ولا تعتمد على غيره ولا تفوض الأمر إلى غيره سبحانه وبحمده، بل تتوجه إليه وحده لا شريك له في كل ما تؤمله، في كل ما ترجوه، في كل ما تحبه، في نفسك وفي ولدك وفي أهلك وفي بلدك وفي دنياك وفي أخراك وفي صلاح قلبك وفي صلاح بدنك وفي صلاح حالك، كل ذلك بيده جل في علاه.